السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد تحت عنوان فقه المال مع فضيلة الدكتور العلامة علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث نواصل النقاش اليوم مشاهدينا عن سوق الاختيارات أو الخيارات، وهو اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه الطرف الأول وهو البائع أن يعطي للطرف الثاني وهو المشتري الحق وليس الإجبار لشراء أو لبيع أوراق مالية أو سلع حسب شروط منصوص عليها في العقد والأركان والشروط الشرعية للتعاقد فيها. وذلك مشاهدينا الكرام يأتي في إطار محاولة من هذا البرنامج مع فضيلة الدكتور لترسيخ قواعد من أجل تأسيس بورصة إسلامية تعود بالنفع على الأمة الإسلامية والبشرية كافة. كما نجيب مشاهدينا الكرام عن تساؤلاتكم الفقهية والشرعية حول أهم النشاطات المالية والاقتصادية مع الدكتور علي، وننوه بأننا نذيع هذه التغطية على الهواء مباشرة على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك، فأرسلوا لنا تعليقات وكذلك أسئلتكم. أهلا بكم دكتور. نكمل إذن اليوم حول الخيارات أو الاختيارات. فالسؤال الأول في هذا الصدد، ما هي المكونات الأساسية له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الخيارات أو الاختيارات حقيقة تتكون من 7 عناصر أساسية في كل مجالات الخيارات، سواء كانت هذه الخيارات واردة على الأسهم أو على السندات أو على السلع أو على أي شيء. أهم مكون هو مشتري الحق، وهو الذي يشتري حقه خيار البيع أو خيار الشراء. هذا العنصر. العنصر الثاني يسمى محرر الحق. محرر الحق هو الذي يعطي هذا الحق، قد يكون بالمناسبة مالكا وقد يكون مخولا وقد يكون هو أساسا أيضا مشتري هذا الحق. فلذلك ما قلنا يعني مالك، لأنه قد لا يكون مالكا وقد لا يكون حتى وكيلا، وإنما هو مشتري، هو صاحب خيار فيبيع هذا الخيار، قد يكون وسيطا أيضا. فإذا رقم أول هو بائع مشتري الحق، ثاني محرر الحق، ثالثا ثمن الخيار أو ما يسمى بالمكافأة. هذا هو النسبة في حدود 1%، 2%، 3%، أي نسبة أو مبلغ محدد يأخذه محرر الحق. محرر الحق يأخذ مكافأة، هذه المكافأة وهذا الثمن يسمى ثمن الاختيار، قد يكون 2% من قيمة السلعة أو الأسهم، وقد يكون أكثر أو أقل حسب يعني قانون العرض والطلب. هذا يسمون رقم 3 ثمن الخيار. رقم 4 هو مهم جدا، سعر التنفيذ. المقصود بسعر التنفيذ هو السعر الذي تم به أو السعر الذي هو قيمة السهم. فلنفرض إذا كان قيمة السهم يوم إبرام العقد عقد الخيار $50، هذا يسمون سعر التنفيذ. السعر السوقي هو السعر الذي بالأخير يباع به الخيار، قد يباع بأي مبلغ كان. هذا السهم يباع ب52 أو ب45، فهذا يسمون السعر السوقي للخيار. الأمر بعد ذلك تاريخ إبرام العقد. تاريخ إبرام العقد هو اليوم أو الزمن الذي اليوم الأول الذي يدخل فيه عقد الخيار محل التنفيذ. تاريخ التنفيذ هو اليوم الذي يتم فيه بيع الخيار. فهذه هي العناصر 7. طيب. التي يتكون منها الخيار. أي خيار في البورصات العالمية لابد أن يكون فيه هذه المكونات. طيب. 7. ماذا عن التطبيقات العملية لخيارات الأسهم جميل. والعملات؟ هو مهم جدا حتى الناس يعرفون. مثلا الآن لو فرضا زيد أو شخص أراد أن يشتري، يرى أن السهم شركة ما مثل شركة ألف، حتى ما ندخل في الدعاية، شركة ألف يتصور أنه بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر قيمته اليوم في البورصة 50 ريال، 50 ريالا أو مثلا $50 مثلا، فيتوقع أن يكون قيمته بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر يصل قيمته أو تصل قيمته إلى $60. وهنا يأتي لشخص
وطبعا وليس لديه المال الكافي بالمناسبة لشراء الأسهم. لو يشترى السهم لازم يدفع $50، لكن الآن ما يدفع $50، يدفع ثمن الاختيار أو الخيار أو ما يسمى المكافأة، فيتفق مع زيد ما يسمى بمحرر الحق، وهو إن قد يكون مالكا وقد يكون صاحب اختيار وقد يكون سمسارا وهو الوكيل. في هذه الحالات يتفق ما يقول يا أخي هذا أعطيني حق شراء 1000 سهم من سهم 1000، يقول أعطيك وأبيع لك الآن محدد الثمن ب50، سعر التنفيذ ب50، وطبعا وعندي ثمن الاختيار 2% معناه 54، حضرتك 2% يكون 54. فيأتي بعد 6 أشهر أو خلال 6 أشهر ينفذ، وقد يكون محظوظا فترتفع قيمة الأسهم إلى 60 فعلا أو إلى 65، وحينئذ مشتري الحق قد ربح هذا مبلغ في حدود $6 عن كل سهم مثلا. وقد يكون هو الغالب بالعكس، أنه هو السعر يبقى كما هو، وبالتالي يكون خسران لأنه هو دفع تقريبا $4 أو 4 ريالات ما يسمى بثمن الاختيار، هذا يخسره. وقد يكون ثمن السهم $45 أو ريالا، وحينئذ خسر كم؟ $9 عن كل سهم، وقد يكون أكثر وأقل. فهذا حقيقة تطبيق عملي على مسألة الأسهم، ونفس التطبيق وارد على قضية العملات أو السندات أو السلع. طيب ممتاز جدا دكتور، كيف تكون التغطية إذن للخيارات؟ أي نعم تمام. حقيقة لما صارت يعني الخسائر الكبيرة لقضية الاختيارات في الأسواق العالمية، فكرت في البداية في بداية أواخر السبعينيات من القرن الماضي وبداية الثمانينات لم يكن هناك فكرة التغطية، وإنما كانت فكرة اختيارات options فقط. لكن لما دخلوا في الأسواق وجدوا هناك مشاكل كبيرة جدا، فصنعت بعض يعني البورصات العالمية تغطية، ولذلك إحنا عندنا بعض الأنواع الخيارات مغطاة وبعضها ليست مغطاة. مثلا التغطية كيف تكون؟ البورصة تعمل محفظة كبيرة من مجموعة الاختيارات، من حوالي 100 اختيار، 200 اختيار، 500 اختيار، فهذا بالتأكيد هذا يمكن ينزل 1 و2 يرتفعون، أو 10 من هذه الخيارات تنزل وممكن 20 ترتفع فيحمل بعضها البعض. فبالتالي حينما أنت تشتري الخيار لسهم ما تدخل في هذا السوق، ويعطوك في مقابل أيضا يعني أجرا أو ما يسمى رسوما، فأنت تغطي خياراتك من خلال محفظة الإيش، محفظة خاصة بالاختيارات. وقد تكون التغطية بالمناسبة من خلال ما يسمى التحوط هيدج، مثلا يعمل تحوط أيضا نفس الخيار، يعمل تحوط ويأخذ وعد أو وعدين متقابلين من شخص آخر، بحيث أنت لا غطيت خيارك، بحيث إذا خسرت أنك تستطيع أن تبيع خيارك بنفس الثمن أو بأكثر لشخص آخر من خلال وعد آخر ما يسمى بالتحوط. وقد تكون التغطية الآن بعض البورصات العالمية لا تكتفي بالأمرين، عملوا نوعا آخر من التغطية وهي ما يسمى التغطية المركبة. فيها محفظة وفيها التحوط، ومن هنا بالتأكيد يكون الشخص الذي يدخل في هذا المجال يكون ضماناته إلى حد كبير أكبر بكثير، لأنه في محفظة للاختيارات وكذلك في التحوط، وهذا ما يسمى بالتغطية المركبة. والمقصود بالتغطية حقيقة توفير نوع من الضمانات لعدم الخسارة أو لتحقيق بعض الأرباح لمن يتعامل بهذا المجال. أشكرك على التوضيح دكتور. ابقى معنا مشاهدينا الكرام، نذكركم بأننا الآن نبث هذه وهذا اللقاء على الهواء مباشرة، أيضا على صفحة الجزيرة مباشرة على فيسبوك، فتابعونا وننتظر أسئلتكم وتعليقاتكم الموجهة للدكتور علي قردغي. بعد الفاصل مباشرة نتعرف على أسئلتكم.
إذا دكتور سؤال من حساب يقول أحمد داود يسأل هل ربح البنك حرام؟ جزاكم الله خير أرجو الرد. البنك نوعان، بنك إسلامي وبنك تقليدي ربوي. البنك التقليدي الربوي يتعامل بالربا، والمجامع الفقهية أصدرت قراراتها بحرمة الفوائد التي تنتج عن الودائع في البنوك التقليدية أو البنوك الربوية. أما البنك الإسلامي إن شاء الله إذا كان ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية وهو المفروض وعندهم هيئات الرقابة الشرعية، فالأرباح التي تتحقق إن شاء الله تكون مباحة بإذن الله تعالى. طيب نتكلم عن حساب آخر لمحي أو محمد، يقول سؤال طويل نوعا ما، في نظام ربوي نسبة الفائدة تصل إلى 20%، وبافتراض أن هذا النظام يستغل ويسرق ويكسب أكثر، فإنه في نظام إسلامي لا يسعى للجشع في الربح وعنده أمانة، فإن الربح منطقي أن يزيد عن 20% بكثير، ولكن ما يحدث في الواقع هو العكس، فالأنظمة التي تدعي أنها إسلامية تعطي فايدة أقل بكثير في مقابل أنها تحلل حراما حتى يستريح ضميرك. ومن الآخر الاستثمار الصح إن لم يكسب 100% في آخر العام فهو نصب واستغلال، وانظر إلى مكسب أي تاجر في نهاية العام. هو حقيقة يعني هذا الكلام غير دقيق من كل الجوانب، حتى في البنوك الربوية في التعامل اليومي مع يعني مودعين وكذلك مع المقترضين في البنوك الربوية، لا تسمح البنوك المركزية في معظم بلاد العالم بأن تصل الفوائد إلى 20%. قد تصل الفوائد في حالات محدودة مثل بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان في مصر على سبيل المثال، نعم، على سبيل المثال، بس مصر هو يعني قصدي كلامه غير دقيق علميا واقتصاديا. وبالتالي الآن فوائد الربوية في العالم مثلا في أمريكا وصل إلى 1% بالنسبة ليعطى للمودعين، ومن نسبة لمن يقترض مثلا بعض الدول. مرات في بعض الدول مثل اليابان وحتى في أمريكا الآن ماينس يأخذون أجر على هذا. المهم قصدي هذا الكلام غير دقيق، وكذلك كلامه غير صحيح بأن البنوك الإسلامية لا يمكن أن تأخذ 20%، لأنها هي في السوق مهما كان، والأسواق لا تسمح بأنك تزيد على السوق حتى على السوق الربوي بأكثر ممكن نص من 1% ولا ربع من 1% أو بالكثير في بعض الحالات 1%. ربما يظهر أن الربح أو نسبة الربح أو نسبة المرابحة في البنوك الإسلامية تظهر لأن البنوك الإسلامية تجمع كل أرباحها، هذه الإشكالية كلها تجمعها في ثمن واحد وتبيع لك البضاعة بهذا الثمن، ويظهر بأنه هو أخذ 20%. لكن 20% لكم سنة؟ يمكن سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات. بينما البنك التقليدي يحدد لك حسب لايبور زائد نقطتين أو 3 نقاط أو 4 نقاط حسب الاتفاق بين المقرض والمقترض، وبالتالي هو في البداية لا تعرف كم يأخذ. هذا هو السبب يعني أولا، والأمر هذا من ناحية العملية والفنية. حبيت أن من ناحية الشرعية البنك الإسلامي إن كان ملتزما بأحكام الشريعة وهو المفروض في البنوك الإسلامية تبيع وتشتري، والبيع رب العالمين قال أحل الله البيع، والبنك التقليدي يعني يقرض بفائدة ويتاجر في القروض وبالتالي فهو ربا وحرم الربا، فهذا إحنا يعني موقفنا دائما في هذه المسألة. فاروق السلام عليكم شيخي، هل تجوز الزكاة على الأقارب؟ نعم الأقارب، على الأقارب ما عدا الأصول أي الوالد والوالدة والجد والجدة، وكذلك الفروع أي الأولاد والأحفاد، وكذلك الزوجة، دول 3 أنواع لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ما عداهم يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء العمومة، بل بالعكس دفع الصدقات والزكوات إلى هؤلاء أفضل عند الله سبحانه وتعالى، صلة وصدق. الأقربون أولى بالمعروف. محمد إدريس النشواني عايز أعرف هل السلفة من البنك حلال أم حرام؟ وطبعا في فايدة ومركبة عند رد المبلغ، ولكن الظروف سيئة والاحتياج أشد. نعم، إذا كانت السلفة نفس الكلام من بنك ربوي فهو فائدة ومحرمة مع الأسف الشديد، إلا لحالات الضرورة.
إن كانت السلفة من بنك إسلامي إن شاء الله ما في سلفة عندنا في البنك الإسلامي يكون هناك تمويل يعمل لك تمويل يعمل لك يشتروا لك عن طريق المرابحة عن طريق المضاربة عن طريق العقود الشرعية فإذا تم هذا التمويل عن طريق عقد شرعي فهو جائز إن شاء الله. طيب هل هناك فرق أيضا في البنوك ما بين السلفة والقروض؟ أي طبعا السلفة هو قروض يعني السلفة هي قروض والقروض هي نفس المعنى تقريبا. تطبيق مختلف أم أن الأمر يعني سيئ؟ لا ما تختلف هو بس تسميات. طيب فيما يخص وليد يقول يسأل فيما يخص قروض دعم الشباب في الجزائر يقال إن نسبة ربح البنك 1% تقول الوزارة إن هذه النسبة ليست ربا وإنما مقابل خدمات البنك. أفدنا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. أنا سئلت عن هذا حقيقة مصاريف الإدارية مهما كان بس ربطوا بالاتفاق ربطوا المبلغ بالنسبة والزمن يؤدي يجعلوا حربا ولذلك أنا أقترح على دولة الجزائر وهي حقيقة وهي جزائر حبيبة على قلبي الله يعلم لأنها بلد 100.5 مليون شهيد والحمد لله ولا زال الحمد لله الجزائر فيها خير كبير جدا فلذلك أنا أقترح عليهم عقدا زي ما عملنا في بنك التنمية هنا في قطر يعملوا عقدين الدولة الموقرة المحترمة في الجزائر تعمل عقدين سهلة جدا مثل ما أنا أعطيت هذه الفرصة لبنك التنمية في داخل قطر العقد الأول هو عقد القرض بدون فائدة العقد الثاني يكون عقد الوكالة في مقابل إدارة والرسوم الإدارية فيأخذون 1% فإذا كان فصل بين القرض وبين الرسوم فهذا جائز بلا أي إشكالية طيب. وقد يكون أكثر من ذلك يعني ما في مانع الدولة تأخذ 1.25 أكثر من 1% لكن بهذا الشكل بعقدين منفصلين عقد للقرض وعقد للمصاريف وهذا اقتراح وأنا مستعد على حسابي أجي وأقدم لهم هذه القروض لحبي بارك الله فيكم. لجزائر حكومة وشعبا وعلماء بارك الله فيكم يا دكتور لهذه المبادرة فيما يتعلق بالفيزا الفيزا كارد أيضا هناك مصاريف إدارية في بعض الأماكن مثلا سأشتري شيء ب1000 ريال يأخذ 2% كمصاريف إدارية هل هذا ثابت أيضا أو الآن في الزمان والنسبة هذا مختلف لأنه هذا ليس تعامل مباشرة بالقرض أقول لحضرتك بالنسبة فيزا كارد أو أي نوع من أنواع البطاقات الائتمان كما يسمون كريدت كارد إذا تعاملنا بها في السلع والخدمات ما في مشكلة لأنه لن يأخذوا منك شيئا البنك لن يأخذ منك شيئا لكن إذا سحبت مبلغا نقديا كاش يأخذون منك مصاريف إدارية كبيرة جدا لماذا؟ عفوا لأنه هم مضطرون أن يدفعوا لشركة فيزا وشركة فيزا تدفع للبنوك الأخرى التي فيها هذه الأموال خاصة في الخارج حضرتك عارف في الغرب حتى الشرطة تقدم لك الخدمات مش مجانا بالمبلغ فبالتالي مسائل الحراسة ومسائل الصناديق ومسائل الخدمات كلها محسوبة فمن هنا هذا المبلغ الذي يسحب من كريدت كارد إذا أنت استحمت إن شاء الله لا يكون محرما ما دام لم يقصد به الاسترباح جزاكم الله خيرا دودي هل وضع الفلوس في البنك في صورة وديعة حلال أم حرام؟ الوديعة في البنوك الإسلامية حلال والوديعة في البنوك الربوية حرام هذا باختصار شديد لماذا هو لا يأخذ زيادة يعني إذا كان حساب جاري ما في مشكلة إذا كان حساب جاري في أي بنك وخاصة إذا لم يوجد بنوك إسلامية ما في مشكلة لكن أنت تفضل طبعا حتى الحساب الجاري في البنوك الإسلامية نعم بالتأكيد في البنوك حتى أو أنا رأيي إذا كان عنده مبلغ حتى يضعها في التوفير حتى يستفيد ليش يبقى حساب جاري والبنك يستفيد وأنت ما تستفيد طيب إيهاب موسى لا أفقه بالمعاملات التجارية وأضع أموالي بالبنك قيمة الأموال بالبنك تنخفض مع مرور الوقت الفوائد عليها حرام كما يقول ما أفضل استثمارات البنوك الإسلامية والله هو طبعا أنا لا أستطيع أن أحدد له بنكا لأنه حتى لا أتحمل مسؤولية في كل بلد معروف البنوك الجيدة والبنوك يعني الحمد الآن هناك بنوك قوية جدا في قطر وفي كويت وفي إمارات وفي السعودية وفي مصر هناك بنوك قوية ممكن اللجوء إليها في هذه الحالة ويسأل في كل بلد عن أقوى بنك فإن شاء الله ما في مشكلة فيها سؤال آخر دكتور وأخير ربما فيما يتعلق بشراء السيارة ما حكم شراء سيارة بالأقساط وبيع هذه السيارة بالكاش بسعر أقل لنفس الشخص أو لشخص يعمل لصالح الشخص الأول نعم
إذا كان هذا طبعاً شوي يحتاج للتفصيل إذا يسمح لنا الوقت. أولاً هذا يسمون إذا كان تم عن طريق بنك إسلامي، البنك الإسلامي يشتري السيارة ثم يبيعها للزبون، ثم الزبون يروح يشتري لطرف آخر غير البنك وغير البائع، فهذا جائز، هذا يسمون تورق الفردي المنضبط المشروع، فهذا ليس هناك إشكالية في هذا المجال. لكن إذا لا سمح الله لم يتم بهذه الطريقة وإنما تم بطريقة القرض فهذا غير جائز. ما هي الطريقة الخطأ؟ القرض نعم، الآن البنك الربوي مثلا واحد يروح عليهم يقول أنا أريد أشتري سيارة، يقول ما في مانع، فهو يعطيك الشيك لصالح الشركة البائعة شركة تويوتا ولا كذا، لا يشتري لك وإنما يعطيك الشيك، فهذا هو لابد أن يتملك البنك السيارة. لا ما يتملك السيارة، وأشتريها البنك الربوي لا يتملك، في البنك الإسلامي يتملك ولو لفترة زمنية ويتحمل المسؤولية ثم يبيعها لك. طيب يبيعها لأي شخص؟ حتى لو يبيعها للشخص الذي اشترى منه؟ لا لا، الشخص الآخر الذي هو عميل أو الزبون لا يجوز له أن يبيعه لنفس الجهة التي اشترى منها، التي اشترت منها أبدا، أو حتى لشخص يعمل حساب الشخص الذي اشترى منه، يؤدي إلى بيع العينة، وبيع العينة محرم حسب قرارات المجامع الفقهية. وحتى لا يجوز بيع هذه السيارة لشخص يعمل حساب الشخص الأول. نعم، ما دام يعود إلى البائع الأول يسمى بيع العينة وهو محرم. أشكركم دكتور علي قرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على هذه التوضيحات، جزاكم الله خيرا. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من فقه المال، كل خميس يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع الدكتور، كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله.